الإخوة المؤمنون، هناك لله عز وجل شعائر في كل وقت وحين. يا ترى ما هي الشعيرة المقدسة المعظمة التي يحبها الله تبارك وتعالى في أيام العيد؟ إنها شعيرة إراقة الدماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة يبين، قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي أفضل من إراقة الدماء في هذا اليوم المبارك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعندما سأل الصحابة الكرام قالوا: يا رسول الله، ما لنا بها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. كيف لا أيها الإخوة المؤمنون؟ والمقصود من هذه الذبائح في هذا اليوم المبارك هو التوسعة على فقراء المسلمين، التوسعة على بيوت المسلمين التي طالما انتظروها من السنة إلى السنة، ينتظرون هذه الأضاحي، ينتظرون هذه التوسعة. هنيئا لمن وسع على بيوت المسلمين في هذه الأيام، لمن أدخل الفرحة على قلوب المسلمين. والله تبارك وتعالى يقول: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع هو الفقير الذي لا يظهر عن حاجته، والمعتر هو الذي يسأل. كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فنحن نشكر الله تبارك وتعالى، نشكر الله تبارك وتعالى أن أكرمنا في عباده المؤمنين قلوبا بيضاء وأيدي سخية تقوم بتطبيق الذبائح، تطبيق شعائر الله تبارك وتعالى في هذا العيد المبارك. أفضل الأعمال، أفضل الأعمال إراقة الدماء. هنيئا لمن أوصل هذه اللحوم على فقراء المسلمين. ومن أهمية الذبائح أن الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه جعل في مذهبه: من ملك نصابا في يوم عيد الأضحى، من ملك نصابا وكان ميسرا، فهي واجب في حقه أن يذبح قربانا لله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق كل إنسان يضحي، ضحى في هذا العام، أن يوفقه ليضحي في كل عام، لأن الله تبارك وتعالى قال: لن ينال الله لحومها. الله عز وجل لا يحتاج إلى لحوم، لا يحتاج إلى دماء، لا تصله هذه الأضاحي أيضا، ولكن يناله التقوى منكم، إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم تقبل ممن ضحى في هذا العيد المبارك، ممن ضحت وجادت بنفسها في هذا العيد المبارك، من كل مسلم، من كل مسلمة قدموا قربانا لله تبارك وتعالى. إنه العيد الذي يعيد الفرحة إلى قلوب الفقراء والأيتام والمساكين عبر طاقات العاملين في الإغاثة الإسلامية فرنسا وكرم المتبرعين، ليكون ليوم العيد مذاقاً مختلفاً عن كل أيام السنة الأخرى.